جديد عايزين نروح نشوف لقاء مهم جدا عمله زميلنا العزيز شريف شعبان مع المدرب المساعد للنادي الاهلي الكابتن سامي قمصان. نسمع الكابتن سامي قمصان قال ايه ونرجع مره ثانيه. انت عارف عشنا كتير في افريقيا واللعيبه نفس القصه، يمكن الامور دي بالنسبه لنا عاديه لكن بالنسبه له طبعا كانت حاجه صعبه جدا. انت عارف حتى المسافات من اوروبا يعني بسيطه جدا، ساعتين ثلاثه اقصى حاجه يعني، لكن ان انت تعمل رحله طيران حوالي من 12 ل 14 ساعه كانت حاجه شاقه جدا يعني عليهم، لكن احنا كنا مؤهلين لكده. بنحاول نقول له كل المعلومات المتاحه بالنسبه لنا عشان نساعده ان هو برده ممكن يبقى في البرنامج بتاعه، ما يقدرش يعني ما يعملش حاجه تكون اوفرلود على اللعيبه او الكلام دوت يعني، لكن هو طبعا اتعامل بصدر رحب جدا مع الامور وعارف ان دي يعني امور طبيعيه وان شاء الله اتاقلم عليها ان شاء الله. يمكن عملنا اول ما وصلنا بعد ما اللعيبه ارتاحت شويه واتغدينا عملنا تمرين خفيفه اطالات وحاجات ريكفري كده كويسه يعني، النهارده ان شاء الله عندنا تمرين ان شاء الله تاني في الملعب مباراه النهارده وبكره ان شاء الله. اكيد طبعا اكيد طبعا انت بتعرف برضو الملعب وابعاده وبتحس الملعب ايه، عكس ما تلاقي اتمرنت فيه تمرينه واحده وبتبقى مثلا مرتبطه برضو بساعه، انت دلوقتي بتاخد لك ممكن النهارده تاخد ساعه او ساعه وربع مثلا وبكره نفس القصه، بتساعد اللعيبه بتديها احساس كويس بالملعب يعني، تشوف الارضيه وتشوف مكانك انت كلاعب بتحس بمكانك في الملعب، فاعتقد دي ميزه الحمد لله طبعا يشكر عليها طبعا الجهاز الاداري زي ما حضرتك قلت كابتن سيد وكابتن سمير كابتن ماهر، واعتقد ان برضو تاريخ النادي الاهلي اهله اللي هو ان الناس تكون متعاونين، الناس مبسوطين جدا ان النادي الاهلي موجود، واعتقد ان ده شرف لاي فرقه اللي هي تلعب النادي الاهلي. لا اعتقد ان شاء الله النادي لعيبه النادي الاهلي متعوده اللي هي مرت بالمواقف دي كتيره جدا وبالاجواء دي كتيره جدا يعني، وبالرطوبه ولعبنا في ظروف اصعب ولعبنا في نقص اكسجين في بلاد معينه، فاعتقد اللعيبه عندها من الخبرات اللي تاهلها ان شاء الله اللي هتقدم مباراه كويسه يعني. ممكن الراجل يتكلم على الموضوع ده، انت عارف الدنيا دلوقتي متاحه جدا اللي انت تعرف معلومات عن اي مكان في العالم في لحظه يعني، فاعتقد ان شاء الله الامور تبقى تمشي زي ما هو زي السيناريو اللي هو عامله وزي التوقع اللي هو عامله ان شاء الله، وان اللعيبه ان شاء الله تستوعب الفكره لراجل من يعني من ناس انا شايفها منظمه جدا، يمكن الواحد اشتغل مع الفتره اللي فاتت ديت مع ناس سواء مستر كارتيرون او مستر لاسارتي كل شكر اليوم طبعا كل تحيه، لكن اعتقد ان هو راجل مختلف يعني، راجل عنده طموح، راجل عنده بلان معين عاوز هدف يحققه، واعتقد ان طموح النادي الاهلي ان شاء الله يبقى متناسب جدا مع طموحه. احنا بادئين من اول ما عرفنا اللي احنا هنلاعب كانو سبورت يعني، عندنا اتفرجنا كذا مره على الفرقه وعملنا تقرير كويس للراجل، والراجل اتفرج والراجل برضو معاه مساعدين اتفرجوا وعملنا كل المعلومات المتاحه للراجل يعني اللي ساعده ان شاء الله اللي هو ياخد قرار كويس سواء من ناحيه التشكيل او من ناحيه الخطه بتاعه المباراه يعني، فاعتقد ان احنا انت عارف ان احنا بنشتغل على طول اول كده يعني. فده اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا نوفر له كل المعلومات المتاحه سواء من اللعيبه اللي عندنا، يمكن هو كان عنده معلومات كبيره جدا عن الفرقه لكن احنا برضو كان دورنا ان احنا نساعده من اللعيبه وبتاريخها وعدد المباريات اللي بيشارك فيها واللي فيه لعيبه بتلعب في اكتر من مركز يعني، يمكن ده دورنا وده الطبيعي اللي اي حد مصري بيشتغل مع حد اجنبي في النادي الاهلي اللي هو بيساعده في الامور دي. لا يمكن هو الراجل اتكلم في النقطه دي وكانت نقطه مهمه جدا يعني، ان احنا دلوقتي اهم مباراه بالنسبه لنا هي مباراه كانو سبورت، دي مهمه جدا دور في افريقيا، ما ينفعش افكر في ماتش وانا لسه عندي ماتش يعني، ده بيقلل تركيز لعيبه وبيخلي اللعيبه يبقى مشتت يعني، كل لعيبه دلوقتي مهيئه اللي هي عندها ماتش مهم في افريقيا، كل لعيبه عاوز تثبت نفسها، كل لعيب عاوز يبقى جدير اللي هو يبقى في التشكيل الاساسي النادي الاهلي، يمكن هو ده اللي الراجل بيحاول يوصله واعتقد اللي هو كان نجح فيه جدا يعني. انت عارف ان انت كده كده المفروض ان انت تلعب كل المباريات كل الفرق في الدوري يعني كده كده هتلاعبهم يعني، يمكن النادي الاهلي اعتقد ان الفرق كلها هي اللي بتبقى عامله احسن من النادي الاهلي، انت بطل، انت السنين اللي فاتت كلها انت الحمد لله اكتر فرقه في تاريخ مصر كلها واخده بطولات في الدوري العام، فاعتقد ان احنا بالنسبه لنا طبعا نحترم كل الفرق ونقدر كل الفرق، لكن دي قرعه واحنا ان شاء الله نستقبل اي حد، وان شاء الله اللعيبه قادره والجهاز قادر ان شاء الله اللي احنا نحافظ على اللقب، لكن الحاجه الايجابيه اللي تحسب برضه لجنه المسابقات اللي هي مش موجهه، ودي حاجه بدايه كويسه جدا. الزمالك في الاسبوع الرابع يعني ما حصلتش من سنين. مش مشكله حتى لو في الاسبوع الاول ده دي قرعه، دي اوروبا كل الفرق كده متاحه انت كده هتلعبها يعني، فاعتقد ان دي يعني فيها شفافيه كبيره وفيها حيديه كبيره وفيها فير كتير قوي لكل الفرق يعني، اعتقد ان شاء الله اللي ربنا يكرمنا وفقنا ان شاء الله، لكن برضو زي ارجع اقول لك برضو ان الاهم بالنسبه لنا هي المباراه دلوقتي.
طبعا النهارده زي ما انت قلت وصول النهارده كل لعيبه ديانجي وازارو وعلي معلول وجيرالدو طبعا قوه لتمثل الفرقه، ويمكن زي ما انت قلت برضو صعوبه ان الراجل ما شافهمش على الطبيعي، او ممكن عنده معلومات لكن مع يعني مش عارف هيبقى تفكيره ايه برضو ليهم، لكن ان شاء الله انت كل ما يبقى عندك لعيبه كتيره متاحه اعتقد بتبقى عندك فرصه يعني، لكن اتمنى ان شاء الله اللي هو ربنا يكرمه ويوفقه للتشكيل الانسب يعني، واللعيبه انت عارف لعيبه النادي الاهلي كلهم ما شاء الله يعني لعيبه رجاله ولعيبه دوليه، وان شاء الله قادر اللي يتحقق الهدف وتحقق فكره ان شاء الله يعني. جمهور النادي الاهلي طبعا بقول له انت، وكل مره بكررها يعني، ان انت النادي الاهلي ده معمول كله عشان ارضاء جمهور النادي الاهلي، والنادي الاهلي ده زي ما كل الناس بتقول ده حماه وده السند بعد ربنا للنادي الاهلي كله. عاوز اقول له لازم يكون عندك ثقه كبيره جدا في مجلس الاداره، لازم يكون عندك ثقه كبيره جدا في لجنه التخطيط، لازم يكون عندك ثقه كبيره جدا في الجهاز الفني وفي اللعيبه. ناس كتيره بتحارب النادي وده حاجه معروفه لكل الناس يعني، لكن هيفضل النادي الاهلي هو نادي القرن، هيفضل النادي الاهلي بطل افريقيا، كل دوت معمول عشان ارضاء جمهور النادي الاهلي. وزي ما انا قلت يعني لو الناس بتتمنى فعلا فشل النادي الاهلي، واحنا بتقول ان احنا انت جايب مدير فني مش على قد المستوى، طب ما الافضل ان انت تسكت مش الافضل ان انت تهارب بالظبط يعني. فاعتقد فدي رساله اليوم، وانا عارف جمهور النادي الاهلي جمهور واعي، جمهور النادي الاهلي دايما في ظهر لعيبته في مجلس ادارته، مجلس ادارته المتمثله في كابتن خطيب راجل اعظم من لاعب كوره في تاريخ النادي الاهلي، لجنه التخطيط متمثله في ثلاثه في كل مستويات الشيخ طه ما شاء الله اجيال مختلفه كابتن زكريا كابتن خالد بيبو، فاعتقد كل الناس دي عمرها ما هتفكر في اداره النادي الاهلي، بالعكس كل الناس دي هدفها اللي هي جمهور النادي الاهلي، بطولات للنادي الاهلي، كل الحاجات دي. فاعتقد ان شاء الله اللي احنا هنعمل علينا هنموت نفسنا، ما فيش حد هيقدر يبخل باي جهد ليه عشانكم وعشان يسعدكم، لان برضو زي ما انا قلت كل مره النادي الاهلي معمول عشان ارضاء جمهور النادي الاهلي.